اكتر حاجه عجبك في بولندا يا شيخ؟ حمام. حمام. حمام جامد قوي، تخيل ها، يمشي جنبك كده وبيترش. ايوه. هنغني اغنيه اول واحد يغنيها في العالم هنا انا ان شاء الله. اغنيه ايه؟ راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني اقول لك يا شباب، اقول لك مثلا ايه؟ مش عارف ان هو عايز تروح الشغل، ده الطريق اللي انت تروح فيه الشغل. ايه مشكلتك في الحياة؟ مفيش مفيش والله. يعني ايه حجتك انك مش منتج؟ لا مش عارف. هتعمل صورة اصلا؟ لا الصورة ليه؟ هو الناس دي عملت صورة ليه يا جماعة؟ بص الاغاني يعني انت رايح فيها الاغاني ده عم يروح لك. الطريق شغلك لقيت الاعلان ده، هتعمل صورة؟ عامل حادثة. مستنيين تامر وامير يعملوا شوبينج فوق، وتامر اشترى غالبا نص المول، وفين مش عارف هيلاقونا ازاي اصلا. احنا فين بقى؟ بولندا ده اسمه ايه؟ ناس هنا شريف بيلعب على اسمها ايه البتاع دي؟ ميلودن. معانا الواد شريف بالبتاع بتاعه ده، وطبعا بتاع ده اوروبي المفروض. شريف قال ابو شعبي. ايه ابو شعبي يا شيخ؟ ماشي. انا ملك الشعبي وملك الاغنيه المصريه امير سبايدر. عجبي عليك يا زمن بترسي ناس البر وناس غلابة يا عيني غلابة رسوم من خرم بأي مر. أنا عايز بيتزا. نفسي اكل ريشه. احكي لي يا امير عن التجربه بتاعتك في بولندا. مفيش تجربه لحد دلوقتي، بسبب ان بنحاول نجرب بس مش عارفين. الشعب ما جاش. بولندا عارف بولندا. بولندا جامده فشخ، دوشه مش لذيذه. انت جامد. بص يا جماعة الساعة 11 بالليل، نادمين هنا مش زي عندنا. ما تلاقيش واحد تافه، ما تلاقيش واحد ماشي مثلا في الشارع عنده فراغ بيتفرج على السما. الناس هنا بتعمل كده، ويا ريت بقى كده يروحوا خلاص. ما اعرفش بيروحوا يعملوا ايه. يعني انا لو انا شغلي هصحى الساعة 5 الفجر اطبق واروح الشغل وانام بقى ما ارجع ولا اعمل اي حاجة. انا نفسي نفسي عشان احس بس باي اكشن او اثاره لحد يطلع يحاول يقلبنا، نخش في معركه ضرب نار، نجري استخبى اكشن شويه، يبقى عملنا حاجه. لكن مفيش حد عايز يطلع يقلبنا. لا